وين ده يروح منه؟ Hey! Yeah.
مو بالهيلي. شنو مو بالهيلي؟ هسه جبت هذا باو جبت ماتم وجيت بار بي جي تخبل. يقول لي فاكينج عراقي سكي. طلع طلع بوب شفته طلع. طلع؟ عفا طلع. لا بربه. والله جبته بار بي جي وانه شنو قلت له صوره وراح زي على اليوتيوب. هو عدن واحد مشهور وهذا. انمي ما شو اسمه؟ لا. والله عفنا راح. تعال مصطفى قالت له الدبابات هنا ولدت بالطيارة؟ ايه يلا حول يلا شون؟ وانا حول يلا انا وقعت وقعت دوسف واحد دوسف واحد مهما تعال تعال انزل 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 طباخ هاي منو؟ ما ادري من جد هذا وين هبل الطيارة من زمان قلت لك شنو متت لو قتلت لو شنو لا لا ما متت بس فجروا ولا
قاعد ابوت عنا مره يا تعال انا قاعد ابوت قاعد ابوت شلون يركض مالف وين تنزل الطياره هنا انا وين اقول لكم شنو السيرفر الخرا كل شوي يطلعوني لويش ما ادري راح ابكي ها ورانا ورانا تعبون ليش يطلعوك خاف نوب يا اخي يا نوب والله شقيتهم كلهم دبابه دبابه مصطفى يو ار شيت بيها جبته بل شو اسمه الله يبي دبابة قعدت على شرط قعدت على شرط قعدت نزل نزل وين ما هذا حاتم ها حاتم هذيك هذيك اذا تحددنا دبابة والله لو جابيك من القاذفة هذيك هذا تشوفه على اليسرى وينه بس يسار بسار بسار ايوه طيزه على شرط وقفته فلش خاله دبابة اكو هذيك اذا تشوفها دوست على كيو انا شلون اشوفها بس دوست على كيو تي في تي في تي في دابل تي في تي في وين؟ باك باك قدامنا قدامنا دا وين؟ ما قاعد يرمون علينا ثلاث طيارات دا يرمون علينا تدري لو لا يلا دابل انا حروح انام اوكي؟ اوكي منو بقى شباب حاتم بوبي اكيد والله انا راح انام يلا اوكي هلاو قبل نزع باع نزع منو نزع منو نزع بس السيرفر ما راح يمكن يطلع زين هذا طار ذبحه هاي شبيك فززني فززني والله لك خلا جاكي شامن يضوي شي شي طلع زاد ويا حاتم وين نازل حاتم انا ضدكم انتو عداي انتو هسه جيتكم Thank you.
ثواني حمد فلشتهم؟ لا اخوي لا 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 بس مدمجين كلش. وينهم؟ فلشتهم؟ مسكتين. يلا روح روح بعدين احكي معكم اوكي؟ حول حب روح. محمد بديني؟ لا اخوي لا مو وياك مو وياك بالجروب. اكو لا حاتم دهار كنت داخل بيتي يعني كل ظني بيتي انا بوع على يدي ده عشان لو تضرب الذيشة كان ينزل منها تفجرت. اي هذا راح ابي الثانيه شنو ما تشبع يقول لك حاتم من تنام الليل هم تلف بجريده بيده تلف حبيبي الله يسلمك منو موجود دعبول موجود اي موجود حبيبي دعبول هاي ناخذ الطياره من الاثنين وياك حدتي لا بالدبابه انا ما اعرف اسوق الطياره هاي الهلي اوكي هسه اخذها ونسوقها انا يعني. لما تموت لا تقول لي ايه قول لي اوكي نعال ابليس حيل شفتك وانت قاعد تنكتل شنو هياتي كتلني يلا يا دعبول اخذت الطياره فلشنا منو فلشك قبل حواتم لا موت انا بالطياره وهو كمل عليك ايش فيك انت وينك يلا هاقا يلا تعبول اخوي اشتغل على كيف ما عندي شيء ضل اكو دبابه بالبي على اي شفتها وكل هلي مالتهم هناك شفتها هاي على اي في اسمطها اسمطها تي في ياته اكو هاي شنو هاي شنو انت تضرب مالتنا لا اصبر يلا ارجع له ايش صار خرب انفجرت علينا انفجرت علينا لا حسك احسن يا والله صح حظك انفجرت علينا انت زمطتها تي في لو شنو؟ ايه خلاها تطشر رايح دبابة ما بين تكمل تطلع يعني شو اسمك تاخذ دبابه؟
ساسشن وانت بما توصل لهم للاف راح اكون مرحبا المهم تعال لاني قبل راح اطبيهم اتفجر اموت واجي اجوين علي كتلت ما كتلت ما كتلت دروح روحك بوجهك بوجهك هي على هالمسار خليك على هالمسار هو على هالمسار انا رايح نزل لا اي نزل من الدبال ورا الصخرة صاير اكو واحد ترى مترجل يمكن حاط لك سي فور ياته شفتيه؟ قتلتي اشتيدك يا وحش يا بالحضارات حضنك لو كنت كلك سكاكين اويلي يلا عادي حتى لو تموت اوينهم هذا وينه هذا اوكي يلا جيتك ضلعي اوكي ها شنو تديرهم عليه شنو تديرهم عليه هذولاكم اصمت تي فيات بس الدبابه ما واضحه عندي بعيده ها وقعد تعال انزلي بس انزلي شويه تعال وينك شن زعطوط كيك ما قدرت خرب ان بيك التيفي والله عاشري وقتلني اقف خلي رسب عليك الا شويه هدك تيفي بس ما وصل لك اصلح لك ضلعي لا خويا 90 ما يحتاج اقول لك اكو هنا مواجهه ها شيل ياط يا جون واخر طلع لي يا خلي تجيبه بتيبي ياته اوكي يلا اخوي الك هذا راح راح عميد يضربنا الدبابه دير بالك ده تشوفه احدد لي اياها طيب سياره ها وين خلينا باوع ده ضربك الدبابة ارجع ادري دبابة هي شفتها دبابة هي شفتها جوا هاي حاتم طبعا ولا يبطل السوالف اوكي صمت تيفي اخوي هذه اي جيجي قتلته اشتيدك يا وحش هاي جانا تيفي ترى دربالك ادري مين عايز اصلح ارجع للقاعدة خلي اصلح بس لا تثبر ترى ادري ارجع للقاعدة عسر دي يضربونه لك دي يضربونه خرب رب الجنان هذا جانا دربالك دي يضربني شنو صاحبني لا ولك هذا وجيت فجرته هذا اخوي هذاك اذا تشوفه اخوي محددين كانوا ابو الطياره تتاخر راح هناك على هذا بالدبابه اذا تشوف هذا بالدبابه هذا مال حاتم طب ما جت بي اوه هم قاعد خرب ربه ذاك لا هاي انت حاتم؟ داتهم هذا موت انزل مختارنا انزل 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 تعبول نزلت ايش بيكم؟ بوبي قصدي ليش ما نزلت بوبي صوته كلش ناصي والله ما دا اسمع شي تعبول صوتي زين؟ حيل ناصي والله انتوا تسمعون شباب لو هم الناس بس يعني سمعاني انا كلش ناصي حتى ما اوقف هو والله احكي اسوي بي اي هسه صار سمع بعيد بوبي احضنك لو كنت كلك سكاكين اخوي
دعبور شنو هاي سالفتك مال توقع؟ ندوس لي؟ وين؟ كيفك اخوي؟ ما دا سمعك بس قرب المايك شوي حتى اعرف. هاي 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 دبابة طيارة. غير هذاك صار له ساعة يضرب بي. دول معي صدق كذا. لا من نزل وين ليش نزلت؟ تعال بليسك والله كتبتك الا شوية زين طبت من يمك اطفر ايش اكس اكس تعال تعال بوبي تعال نزل وياي خرب انه والله نضحك عليهم هسه بوبي مساعد بالهيل كتاب انت نازل ويانا يعني؟ انزل وياك تعال انزل وياي بوين فريق بل شو اسمه؟ بالروح ايش عليك انت يا اخي الولد مرتاح وياي تولي بوبي انا بوحدي تبي ترفعني شوي من الطرف انت تشوف هذا بوبي؟ لا تنزل هيك راح تدعمني طلعوني ليش طلعوني؟ طردني اني همينه اني هم اني هم قال ذول العراق جاي عندي يخربون مستحيل تقدر تاخذني اسوء خرب انه واخواتها منو رجع جوين عليهم؟ لا كاف خلينا نبيد اغير سيرفر حتى لو امريكا خلينا نفوت بيه بس اقلها بناس يعني يلا شوف لنا نشوف انا انا عندي بس المترو دبليو دبليو بي كي سي 40 من 64 يلا لو شوفوا لو غير الشي اسمه حاتم جيت مترو جيت مترو يلا حاتم قبل الجون غير التاج مالتك سوي عراق التاج مالي عراق؟ سوي؟ مو انا عراق؟ لا شنو؟ هو عراق بلاك ايجل شو نسوي ساحة عدن؟ هاي سؤالك ابو الابل ايش في تانك باب الشرج؟ لك غير سامي مزين ربك كان رجل خفيف مو فتشي بالبيع شارع 20 يابا اقول لكم شباب والله العظيم يا اخي ليش ما نحول كنا سي اس جو ما عندي سي اس جو معود يا مال سي اس جو انا زعلت رو شباب من نازل رو انا ياس شو خلينا ننزل كلنا بمكان واحد شباب ابشروا ينزلون خلينا ينزلون ولا يلا وياي نزل احاول يعني طبعا اسلك حتى لا تنسحب ها لا تنسحب شنو قصدك يعني هو مكفى وانا قوي جدا انا دائما العب لك افخ شنو مو صحيح دعبو لو غلطان انا اي والله شنو كلكم انتو احاول وياكم يعني وياك بعده خماضو دعبو ترى شقياك لا حبيبي لا حياتي والله انت حبيبي وين سكواتكم انتو يا معودين تخيل دعبولي ضوج ويصير رجال براسنا لا 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 ها ها ما اقبل هاي شنو رجعني رجاء لا تحكي شيء دع اسمه عنقود حنفوص
تعبوا انا شو قاعد لك شفت عليك لك وراك وراك انت شو كانك ما داير بال ايش ده تلعبون ها دعبول حول دعبول ما ده يقبل يحولني بابي شباب لا تلعبون شنو جدا نلعب يا معود تلعب عشمك بهذا الاكسام 25 كسمك كسمك يا اخي شنو هالحكي هذا بتاعك خليك رايق يا زلمة ويلي همزين الله خليك منيك بيزبطش هيك يا زلمة يعني عن اخت الحكي يا زلمة بدينيك با اكو واحد علينا اكو واحد علينا باللوكر على يمنا تعالوا عنو يامن عن بس عنو يا دعبول دعبول انا معك تعال حبيبي خطير هو ديك مصطيت هي هذا واحد بصفه مشويه ما شافني روح اخوي دعبول روح اخوي بوبي ذاتك بعد دعبول صمت لها من 320 انطفر كتلت؟ لا كتلت عاد كتلت عاد خاتل خراب ربك المن علست والله ما ادري حتى وقفت كلت فلاش يلا ويا من ويا بوبي بالكواد شلون افتن وينك دعبوله اي ويا دعبوله ربط السكواد مالتي تعال على السكواد مالي يعني شنو هالانانيه مرات وينك انت شوف السكواد مالي يعني واحد بس شفتك شفتك بالحسين شفتك احي احي الف عافيه هاش لا لا ليش دخلت ليش دخلت لك ما كان كان بس واحد من هالطلعه الثانيه دي ياخذون السي вот вам ваша медицинская помощь بلاك ايجل جو 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 ين ين انا جابني هنا يفوت خرب ربك ترى الله ما يصير والله العظيم اخي شويه لسانكم ما يصير والله ما يصير يا بابا الله مات كمل 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 خير عزيز انت تحتاج راسي انت حامي عرضي هذا العامري
تخيل حاتم انت بس تخيل حاتم بالبرلمان ايه خليه كنت يلعب باتل فيلد جي جي ويلعب باتل فيلد صدق جي جي يلا لكم اخذنا العي حشرات حاتم جي جي المرعب يلا دعبوا الاخوة خلنا ننزل جواب الساحة خراب رب قاموا بعد ما يصيدون يخافون مخانيث حاول ياكم لو تريدون ما تريدون مساعدة اريد مدك سم حبيبي هذا كلش خطيه فرحان جهان مني قدام يريد يتعارك فيها ما تعرف حاتم شنو حاتم ما عنده رحمة حاتم زنقنة شنو ساحة عدن من غيرها انا غيرتها لا ليش حاتم؟ لا انا غيرته وترجعت غيرته؟ لا ما غيرت اي شيء والله رجع ساعة عدن من طار بالسيفور سيفور لا هذا منين جبت قتل صاحبنا على بريسيت منو ضدنا؟ يابا اني وش اسمه بوفي انت ودعبور ضدنا ليه حوش؟ نوبات لا دعبول دادس واحد لك دادس واحد دست الكونسل لا خرابيك والله لا اخذ بحيفي تعال وينك لا 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 بدي اتعارك وياه تذكر خير يا حشري اوكي 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 ما سويت شيء اوكي هاي ايزي ستيني اي والله ايزي ستيني هاي والله والله ايزي ستيني والله فتشيت قفلت عليك حشرة مرة ثانية تحارى شوية عمامك اوكي اوكي يس والله دعبول بوبي جاي كتني ها عبالي يعني تفوت بسلام رحت حطيت سكينة طيزي منو دعبول هاني اي والله دعبول ها حياتي العراق ها حبيبي نزلت راس العراق اي والله شو تسوي سويت بالقاع ليش دعبول ليش خربان دعبول ايش فيك هاي السكينة الثانية من هو لا عبالي حاتم شنو دعبول انا قوي شنو قلدك تعرف مين يزرق لك
هذا والله كذب. قول والله. حال الدرع والورا يضرب عليه. يضرب عليه. شنو الحكي؟ ها عاد انت مسوي بث مباشر فضحت نفسك يا ويل. فضح نفسه. فضح نفسه. شنو يضرب عليك حاتم؟ شنو الحكي؟ والله. عادي بابا ضرب عادي. بوبي راح امضي اكو اكو لا اي لي 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 اطفر لي يلا الاكس تشينا حشرك صعد لك صعد لك واحد صعد لك واحد صعد لك واحد لا انا دا سكن انا جوا لا لك بوبي بوبي اشمر 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 جرانيت يم الباب ما عرفتك ما عرفتك منو؟ يلو جرينين ها؟ شنو؟ رمانة شنو جرينيد؟ يابا جرينيد يا معود وين اكو في شي اسمه رمانة؟ لا جرينيد بالألمان جرينادة سامحها؟ بالفضل؟ جرينادة تعبون اكو حد يمك جوا اهلك من العراق؟ لا ليش؟ بوبي قصدي يا اخي ليش تسوي صوت ناصي؟ لا احبه لا انا الرجال الوحيد احلى واحد بخوتي صدق اقعد ليك اقعد اسف اني اسف واعتذر يا اخي قطع حباب دعبو مدك مدك اريد القف يلولو هذاك هذا القف منو ما تلقفنا اخوي والله اريد القفنا بقى بابا شلون قتلك هذا طبعا شفتك انا اخوي ديجل صدق ديجل ترى تدرون ما فاتحه ليش عجب؟ احنا فتحناه بوقتها مصطفى ونزلنا احنا والوريد فتحناه هو لازم بالمايمون تضرب ما ادري ايش كم دعمون يا ظلم سكني حسيت بيك والله خرب انه دا سكن بوبي اني متى تموت؟ يعني انقتل اي انت اني وراك دا جر السكينه وكان تموت ياتي ياتي دا جر السكينه قوي قوي انت بالسكينه ايه كلش قوي ليه ما ضربني هاي تبر سنايبر اني لا هذا ابو بوبي ايه فلان اللي جر السكينه وهو قبل شوي جت السكينه بطيزه عادي ترى السكينه مريحه ايش بيك انت ليش تضوج كلش
هذاك سنايبر راح اضحك عليه. روح لك حشرة، يقول له حشرة 9 8. هاي انت اللي كنت لك طلقة لو لا لو غيرك مو اني؟ لا ايه؟ ليش ماخذ سلاح؟ اني انجينير. فستوكي؟ لا يا تبو بيبو عنغا وانا خاتل شانو هاوي وين خاتل ما مين صير انا اكشف عن جماعتي ايمن ايجب كتلته عرب ان هذا منك تهني صعدة وصعدة وين توقف هون يلو بالعمارة بالوراك لو اللي بصفك راح راح واحد على العمارة لو صعدوا بالعمارة اللي بصفك كانت ولا كاشن اللي مالتي ولا طلقة بي كافي والله خلصت كل سلاحي كلهم اكلتهم لا مستو دعبول دعبول بالباب الوراك الوراك العمارة اللي بصفك الباب الوراك طفر من السيارة اجي عليك تقول دعبول خراب يا اخي والله خرب خربط بيناتكم خراب الله القواد شكلك لا سجل ابو العيون شكو تكامي موز فضحتني مالك شبيك انت شكو شبيك انت تعليق شمالك مالك تعال لتعال يراد انها باتل كارد واحد بس يا معود يا واحد اتنو انت دعبون مو عندك باتل فيلد وان ليه كنت تريد تكمبر ويا هاي البي كيسي مال تكمل لا خيل دعبولي ستشني والله دا اخاف انا طبعا دعبول ينس تاكت انا اخاف منه يا اخي من يسكت يعني اعرف وراه ستشينه فتشي راح يفوت بيك بين قوسين ار بي جي لا ترى ترى جوانك كلهم جوان داستشيني كان واحد يقتلني خرب رفج دال زوان شلون قعدتهم اول ما يبي قال قلتك
كدار اسبن على هذا كدار اسبن على هذا عليه يا دابور متنح بالقاع بس يا راد لو واحد يجي يجي يحط الهياب بكل هدوء خراب ما حطيت الهياب حطيت الهياب حطيت له صدق سكينه لا لا ما لحقت سكينه عشان هذا ما اقول لك ذولي لازم نطفر من عندهم دعبول اه بوبي ذولي اللي تشوفهم اللي بوجهك اللي دي شمرون كله من 320 وين تصلنا احنا تشمر هرب اوكي ابقى خاتل ابقى خاتل بدينك يلا انا اعتذر بسيطة خليني ساكت شبيك راح يجيب انجنير بالكعبة اجيب لك الامة العربية كلها سعادة اي يلا اي اي اجي 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 لا لا عارف لا كان سكنتي واحد جوي لا ويلي الله هاي الثلاث تنقلب الدنيا شنو هيات جماعتنا فايتين جوا فايتين دقعد جبنا اجي تسوي منو انت ستينة على شيء لك ما تدري شنو مثل ضحك لك مو تلعب هاي شو اسمه هاي اللعبة يا اخي الاف كل شيء تدوس اف فايدي مشكله على الاف مشكله من السجن سجنت سجنت محمد بالعافيه اخوي واحد صعد واحد لا خطيتي خفوه بعدين صعد الفوال عمر محمد بالعافيه ما في على شنو؟ على السجينه اني؟ اي لا ما سجنت انا والله لا با ماش فيك بوبي انا سكن والله عيب شايفني قبل دعبولاني شي والله عبالي دعبولاني حتى سكن بكل سهولة بكل رياحية Yeah. Okay. هرب ماك شيء ناكل. حتى ليش ما جايب لنا اكل؟ تعال اشتريته.
دعبول حبيبي ايش عندك اكل؟ كل شي ما عندي. شك عايش دعبول ضايق مني اللي انسى كنت عمي دعبول انا اسف والله. لا حبيبي عادي ما اقدر انتبه باللعبه والله. لا اخوي انا كل شيء قاعد ادور عليك واحد واحد. بعدني من اكل انا بالمطبخ هسه حاليا. اوكي اوكي قاعد ادور عليك. يابا ماكو شيء نكيل خرب ببليسك دعبول ما جايب النكيل. اوكي اسف واعتذر. انسان مسكافي لو انت ذبحت صار كانك صلاح. اسف واعتذر اسف واعتذر. وش في صلاح ليش تحكي عليه؟ ها؟ ليش تحكي على صلاح؟ بس كل ما خطا يفتح حلقه تسوقون عليه. من هو؟ صلاح. ليه فقير؟ انت احسن مربع. ها شنو هاي صلاح اذا قاعد تشوف البث اخوي شوف نفسك شيء اكره حالك نازل تكعيك على بايسها طب شوف صلاح طلع الفجر ما ادري نهز تونا نزلنا اوه الساعة 7 ونص اروح صدق؟ جواد حاتم تقدر تعلمني؟ الصلاة اخوي لا غرام ان تعال تعال هذا قعدت ثلاث مرات خطية لا خوش قد خرب ربك دعبول ما قمزت؟ ما قمزت من الطلقة؟ لا ما لحقت انت ما قمزت؟ لا انا ما قمزت هو كان دمي خرب سكنتي يا خرا شنو هذا يا صلاح شنو هذا عاشن هسه سمعك انا مسجل حيو هو شنو كله يشوف يتفرج قدام يتفرج خاف من عنده لا كل خلق راح يتفرج كل الليل انا اقول له يتفرج اقول لك شغلات مهمه في الفيديو تفوتك لا لا هيك صلاح بك اموت عليك يا اخوي مدك 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 دعبول وراك شرفك ما كبر نايبر نايبن هذا شلون كتني شلون والله والله شلون كتنك ابك لا 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 خرب ستشني ما تلا خج ستشني والله والله هذول والله بصف أدري بيهم بصف بس أخاف أطلع هذول كلهم
جاني ها وين ما ادري شي جاني جاني الليل يا قلبي حضر الدهن وطش فيه عشت ايدك دعبول اخوي بوبي قصدي شان اثنياتنا انت غير تبو جان كان جوراي مش مدرين انا نزلت عليك لقيت ابو جي شنو والله العظيم والله لك ون سي فور سي فور دقوم بو تعبول بوب خرب ابزيت جيت وياك منو تعبول كان حمست ريت شي تعال وينك انت خليك نايم لي يا اخويا ها شنو هاي يا اخي بطل لنا هاي سوالفك ما يرقص وجهي ها شنو ست قالت لك ست مرات قالت لك يرقص يرقص والله دوس بدوس سي يقوم هز كتف دي يقوم هز خصر ليش من ليش انت ما رقصت ليه ويدوس ويدوس اف يطيق نعال اي بالضبط شلون عرفت هاي نعال بشهر 47 لعبوا كتلتهم لا بعد سوي دي كتلة دي بقى انت سويت بدي اضرب له القنبلة كان دمه شو اسمه اي سويت عني اي شو اسمه صعدت قدامي بدي اضرب القنبلة رجعت علي انت ما تعرف تلعب يا الله صار له سعبه وعليه مو دبي القنبلة اي دبي دعبر دعبر انت دعبر دراح دراح اخ الله اي الله تعبت يا عمي اخ يا عمي يا رديك مز ماكو اوف خرب عبد الله شبيه اللي قطني خلي اخذ السنايبر اضحك عليهم شوي يا شباب اروح وين اخوي عندي دوام باكر الصبح بس على الواسع صوتك كل شوي دوام اسمع عندي دوام دوام سجلت كورس جديد معليش مال لغة حجي شنو انت مستقر هناك لو شنو والله اخويا بعتها قام ما انت طلع التهريب اي انت جماعه الكوسجيه عارف شلونك انت لا الحمد لله والله حبه بالتوفيق يوم اللي جيت لالمانيا تعال صديق شنو على راسي يا مهلا تسوى المانيا راحتها؟ تسوى المانيا؟ تسوى بس انا منطقتي الصراحة منطقتي ما طالع منها لا رايح برلين لا هامبورغ لا شي لا بس حلوة انت محافظة؟ اي على بد الارض هم شو مرون المشكلة اوكي اوكي يا هاي يلا شباب اشوفكم مع السلامة هلا تعرف مترونة شنو يعني ها
باتروني 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 شنو يعني؟ يعني الأمو يعني سوالف لي يا أخي عندي مشكلة بالبينج أحسه ثقيل اللعب يعني الماوس مو ما يعطيني مثل مالي واضح مو أسرع حتى من العدان ايش أقول ما تقول لي انا ايش اقول البينج يمي 235 أيوة. سعر جملة وروح اسأل برا ما تقي السعر والله اكبع براسه ما يموت هسه هذا يلا بس حتى الشبسة ما بسنا وخر ابنك صار لي ساعة وخر ابن القندرة صار لي ساعة قنص وردة كتلة وهو يجي قدامي هذا ما تصدق فيها قصة تو يعني محمد؟ لا انت شنو اتاك لو ديفينس؟ يا ديفينس ابو لي عيوره روحنا القندرة وخر على ابليس مو الله العظيم اسماعيل والله هلا قعداني هنا انا بوحدي مكان بوك لا هذا اللي قدامي ولا طوج تعبود كذاب شلون عرفت بي انا هنا اخويا انا عبالي تدت بوا هذه شجيه جاي دا سكنك بس شفتك شو اسمه يا وين زحفت زحفت شنو زحفت يعني ما سامع فد شيء اسمه زحف هو دائما يزحف محمد بس نوع الزحف اللي يزحفه مو مثل الزحف اللي تقول عنه يلا سكين لك حشره يلا ستين عليك حشرة حظين سجاجين ما فك يو خرب ايه عيشني شريف لك سجت اثنين سجنت واحد كنت تاني مع حقارة هي تشي من جابني هذا من على بليسه اي اوكي هسجي اقول لك بس هذا اليوم اللي هي هذا اللي هناك هذاك شنو بسكيت لو شنو ذاك اللي هناك شنو كعك يا ابو دعبول فرصتك والله انا نايم بالعماره اللي على يمني روح سكني لا كلون كافيني ما ادري انت تشنيني والله ما ادري شو اسوي مرة ستين مرة نسجن مرة نتسجن هاي الحياة يوم ليك ويوم عليك يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم مالك يوم ليك ويوم عليك يوم انت ذلك يوم
منهم تيني عمري قال لك صوتك حلو ويوم ليك ويوم عليك مش كل يومك يوم حركك كنا عال هاي شبيك يا محمد لا بربك صدق كذي انت صدق شيء انا اسف اسف دعبو الحبيب معكم ما يجاوبك بيبع ما يحترمك اه حبيبي دوخنا من ضحك عليك قال لك صوتك ابن راح بشر ابو الابن يو لا ابو هذا شو تسوي له شو الشر بعد يسكت يو دعبول ضايش ترى ترى يزعل دعبول ها لا لا والله منا ركز باللعب انا هيجي بس لا هو يزعل بس هو مريض لا لا يوم يوم ليك ويوم عليك متى يوم هاش بيك تحبول الحديد الحديد بالعدة ذبها وراح دوا شنية خارية حتى ذبها وراح عادل يوم ليك يوم بيك يوم طيزة ها مو دا تسجل مو هات ترى حاتم دي احنا ما علينا يوم بيا بلا عيار على اساس مستحي هالثاني والله تستحي بس انا حاتم خطي زهار زهار دا يرمي ها شنو يا اخي والله اراد نعوف شويه باتل فيلد يا اخي خلينا نحول سي اس جو انا راح اروح يا ليش ما نحول دوت ها والله انا ما عندي مشكله انا ما عندي مشكله انا ما عندي تحبون دوت ما اي ما لعب دوت ولا عرفت دوت منين هي من يا عمام انا ما اعرفه بس دوت استراتيجيه حاتم تموت تخبل اي لا مو استراتيجي حاتم تدري شنو فيكتها انا اقول لك شنو هي فيكتها 5 جنود تنزل وبيها 3 لاينات اوكي فكل واحد يكمش لاين وواحد يصير سبورت اللي هو اللي يكشف الاماكن ويصير انه اذا صار ضغط بفلان لاين يروح يساعدهم وطبعا هيروات وطبعا كل هيرو ويختلف يعني اللعبه هي كل الصعبه بس تموت يعني انا مره فتت بهذا العالم حاتم يعني هذا نحكي صدق ها شغله ثانيه يعني حاله حال سي اس جو هي راح اطلع ضجيت ها شنو والله مليت ضجيت مليت هذا عبول انزل دوتي نزل عادي يعني ما عندي اي مانع حبيبي والله والله حاتم بشرفك نزل دوتي ما عندي حتى خفيف اي نزلها ترى هي فري بالستيم صدق والله اقول شكلها انه ما عندهم مشكله لا لا بس حاتم والله والله لعبك خرافيه يعني تدري هاي شنو ابو الفندق اللي اشتغل بيه هاني يا فندق ولد اسم الفندق اللي اشتغل بيه هاني ايش فيك اشتغل بفندق ايش فيك حاتم ايش يسوي بالفندق يا اخي ايش فيك صدق تحكي شغلي بالفندق ما قايل لي اقول ايش فيك انا كان مش فندق تصوير دي جي فندق تصوير عبال فندق غرف ليش يعني تشتغل بالغرف لا يا ما ايش فيك ها فابنه هو الاول على الاردن بالدوتة والله بحيث مخسره ميريكل
لا على الأردن أنا داعش ولد اسمه عمار. عمار إيه هو اسمه ميركل باللعبة عارفه أردني عارف ما أعرف أنا بس يمكن هو ميركل صحيح إيه ميركل هو الأول على العالم ربح 3,000 دولار بعدين 9,000 دولار بعدين ربح الشامبيونز 3 ملايين دولار تدري إيش قد خسر تدري إيش قد خسر أبوه إذا يقول لك أحمد إيش قد خسر أبوه تقول كذب خسر يمكن معرضين سيارات وخسر يمكن لو فندق لو فندقين تعب ربك والله على مود هاي اللعبة بس بعدين ربحها يعني صار زنجين الولد تعب ربك اي طبعا بعدين اي أيوة والله بيه شركة بيبسي وريد بول متعاقدة وياه شي يريد بعد تعب ربك هيش يعني والله اي هو وصل بيها للعبة وحاتم قاعد يلعب لي باتل حاتم والله انا لما من طيبتي الا كان سميت ابني علي شو تريد هسه دمه 9 صدق تحكم يلا راح انزل دوتا والله هسه ورا ما يخلص هذا الجيم راح انزلها بشرفك حاتم نزله ونلعب كنا غير تيم 5 ايزي ولا اني عاستساني شلون اعرف العبها وصعبه ترى حاتم مو عبالك هيك اوكي يلا ست التليفون تي مولا وين رايح؟ يا معود عوفه يلعب لي دوتي يلعب لي باتل ما لعب دوتي بابا والله يا اخي شو تحس من قاعد تلعب باتل زين ليش فري دوتي ليش هيك هالقصه سخيفه لا بس صدت لا يا ابي صدت صارت الاولى بالستيم لا هسه باتل جراوندز اي هسه الباتل جراوندز جت فتره هي الاولى يلا دعبول يلا دعبول يلا دعبول سكينة ثانية يلا دعبول دعبول لا تعيدها يسكت لا تشداسة تشذاك يعني من حقك تيجي سكني وكل الراحة صحيح وبهاي حقك وبهاي قناعتني انت بهذا منزل برايزرز تعرفوا البرايزرز مو؟ لا هو لا بدي نعرفه معقول ما تعرفون البرايزرز؟ شي بيع اكتب برايزرز بس قل لي شي بيع بيع الكارثة دي احنا كاتني نروح عني علي يلا نزل دوتي خلي اشوف ايش قد حجمها